مالك؟ مش عارف يا فريدة، مش عارف اللي حصل ده صح ولا مش صح، بس هو أكيد مش صح. ندمان؟ مش موضوع ندمان، بس ما كانش لازم نوصل للمرحلة دي. عندك حق، المرة دي مش صح. بس مش احتمال المرة الجاية نبقى متجوزين. المرة الجاية نبقى متجوزين. متجوزين؟ مش حابب انك تتجوزني فريدة. مش موضوع حابب ولا مش حابب، موضوع ان انا مفكرتش بس قبل كده في الموضوع ده. ليه يا ميمي؟ يعني ميمي انا مش عارفة انت عملت فيا ايه. انا اول مرة احس انها ضعيفة، اول مرة احس انها محتاجة راجل بجد، مع اني عمري ما احتجت لحد، عمري ما حسيت بالامان. انا مش عارفة انا حكيت لك كل حاجة عني ازاي، بس انا معاك حسيت بالامان، واثقة ومتأكدة انك مش هتخرج من اوضتي تفضحني في كل مكان. فريدة انا مقدر كل كلمة بتقوليها، بس برضو مش هينفع. مراتك صح؟ ايوة مراتي، بس مش مراتي بس. امال ايه؟ فريدة الجواز ده مش حاجة سهلة، الجواز ده حاجة كبيرة أوي. وبعدين احنا اتفقنا من الأول إن احنا ما نضحكش على بعض ونصارح بعض، مش كده ولا إيه؟ عندك حق، هتفضل جنبي يا ريا، مش كده؟ أيوة هتحتاجيني فيها تلاقيني واقف جنبك، ما تخافيش من حاجة. بس أنا مش هيأس. وأنا سبب ظروفها، محدش عارف بكرة فيه. خير يا سماح. مساء الخير يا مين. خير يا اخويا، غلوب تتصل بيك من الصبح تليفونك مقفول. في حاجة؟ كنت عايزة اطمن عليك. طمنتي؟ احضر لك العشاء؟ لا متعشي.
أول مرة نام في حضنك وما تلعبش في شعري. كنت دايما بتحسسني إن أنا جنبك وحاسس بيا. عمري ما كنت بخاف من حاجة. بصحى من النوم كل يوم الصبح ألاقيك نايم جنبي. أخاف من إيه؟ دلوقتي حتى لو أنت نايم جنبي بحس إن السرير فاضي وكبير. بقيت خايف قوي يا ريه قوي. كنت فين؟ كنت معايا؟ كنت مع مين يا سماح؟ مش قادرة أشوفك كذاب وضعيف. لما كنت بتضربني زمان كنت بفرح. انت الحب اللي انا لما كبرت لقيته بيحميني، وانت الراجل الوحيد اللي قلت هو ده اللي يستاهل حب. عمري ما تخيلت اني اشوفك مع حد غير. بس انا هسامحك، اعمل ايه؟ ما انا بحبك. بس تفتكر بقى هقدر اسامحك طول العمر؟ جاي في ايه وماشي في ايه؟ معلش يا سماح، اصل عندي شويه شغل ومتاخر شويه. شغل ولا رايح لها؟ رايح لمين؟ انا شفتك. شفتي ايه؟ شفتك وانت نازل من عندها وهي نازله وراك قد كده. وانت عليك، وانت عليك تعرف عليا في اول سنه في عمرنا، ولا تكونش بقى هي وعدك بحته عيل؟ قولي انت عايزه تقولي ايه. مش هلومك على حاجه ابدا، وحقك تزعلي، بس قبل ما تسألي فهميني. وبعد ما افهمك هتبقى انت فين يا ريه؟ معايا ولا معايا؟ ولا تكونش ناوي تشاركني فيك؟ تشارك مين يا سماح؟ انا عمري ما احب حد غيرك ابدا. وهي؟ هي ايه؟ هي مجرد شغل مش اكتر من كده. الست واقعه في ورطه ومحتاجاني جنبها. احنا مالنا ومالها؟ يعني ايه مالنا ومالها؟ من امتى وميمي بيشوف حد محتاج له بيمشي ويسيبه؟ بس انا محتاجاك اكتر منها والمصحف الشريف، وانت عارف ان انا ماليش حد غيرك. وانا كمان ماليش حد غيرك. لازم تعرف ان انا عمري ما احب حد غيرك في الدنيا دي يا سماح.